كيسعدني بزاف وكيفرحني بزاف لما كنتلاقى مع هاد الاخوات هادو لا هدى ولا السعديه، وكاينين اخوات اخرين مشخصات كبارات عندنا في المغرب الحمد لله. عندنا مشخصات، عندنا غير كيخص اللي يجمعهم، فهمتي؟ كيخص اللي يجمعهم. باش يتجمعوا هو اننا ما خصش هاد المشكل ديال الانتاج ديال جبت هادو كاملين غادي يطلعوا عليا غاليين غادي كذا. لا المهم خصني نجيب ناس اللي راه كنشوف في افلام امريكيه ولا في مسلسلات والدول اللي متقدمه راه كيجيب واحد المجموعه اللي كلهم دي ستار كلهم، ولكن اللي كيهم هو انهم ينجحوا العمل وانه يقدموا للجمهور واحد العمل اللي يتمتع به الجمهور. هذا هو اللي كيهم، اللي خصو يهمنا، وهذا هو اللي كيخصنا كلنا حنا الفنانين واللي كنشتغلوا في هذا الميدان. الهم ديالنا هو انه في هذا الوطن الجميل اللي عطانا الله، في هذا البلد الرائع اللي عطانا الله، اللي الان كيخصو الا الفن يشد فيه واحد، يوصل لواحد المستوى، يولي الرائد في العالم العربي، ولما لا أنه المغرب، لأنه الحمد لله بلادنا كنعيشوا في سلم وفي سلام وفي هناء وفي كذا. يعني أشنو كيخصنا؟ كيخصنا إلا ننتجوا أعمال كبيرة، أعمال اللي تبين وجه المغرب ووجه المغربي ووجه المبدع المغربي الحقيقي، وأنه قادر على العطاء، وعندنا طاقات، وعندنا ناس اللي كتبوا، عندنا مفكرين. كيخصهم غير اللي يجبدهم، اللي يشجعهم على الناس على أساس أنهم يدخلوا الميدان، أنهم يدخلوا يكتبوا. عندنا ناس اللي عندهم أفكار كبيرة، عندنا طاقات لا في التشخيص ولا في التقنيين، عندنا تقنيين كبار، تقنيين اللي عندهم ولات عندهم تجربة كبيرة وقادرين يديروا العجب. إلا أنه توفر الإمكانيات وتوفر الظروف، باش أنه لأنه كنعرفوا إلا توفرت هذه الأشياء كلها فالميدان كدراما ولا الدراما التلفزيونية ولا السينما كنعرفوا شنو كيقدم، شنو معلومنا شنو تيقدم البلاد. كنعرفوا بأنه الدول يمكن ما كناش نعرفوها، ولكن عن طريق الدراما ديالهم ولينا نعرفوهم، ولاو المغاربة يحلموا أنهم يمشيوا لهذيك البلدان. إحنا بلادنا العالم كله كيحلم أنه يجي ليه بشكل داكشي اللي دارت كرة القدم، بشكل ديال الرياضة عامة، بشكل يعني الناس كيحلموا يجيوا للمغرب. فما بالك إلا تزادت الدراما حتى هي عرفات المغرب، وخاصة أنه الدراما ملي كتمشي لك تصور إفران وقت التلج وتمشي للصحراء تصور، تخيل أنه تقدر تصور التلج في إفران وتمشي تصور الصحراء في وقت واحد. عجيبه جدا، عجيبه. اذا حنا باقي ما مستغلينش هذا الشيء، باقي الاعمال ديالنا الدراما باقي ما مستغلاش. غنتوفر، نتمنوا انه توفر الامكانيات الاكثر واكثر، نتمنوا انه يولوا عندنا خواص منتجين، يعني لانه الدوله بوحدها كنظن صعيب شويه، صعيب. فلهذا كنتمنوا انه يتفتح المجال باش الناس يستثمروا في الميدان الفني ويدخلوا ليه الناس اللي ربي مرفع عليهم، وهذه اللي ما لا انهم ينتجوا اعمال سينمائيه، نشوف مسلسلات. كنتمنى أننا ندوزوا لهذه الخطوة هذه، وتنتمنى أنه تصبح عندنا سينما بحال اللي قلت لك، عندنا طاقات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.